مصرية طبعا، دي مصرية عزيزة. ايوه واقفة ورا المشربية. هو انا طبعا. ايه في مين؟ لبست الملان لفة قبل كده طبعًا. حنان طبعا، والكردان والستايل ده تحس فيه عبق مصري، تحس فيه أنوثة، في حاجة كده جميلة. على فكرة الملاية احنا كعراقيين هم بيلبسوا شبه الملاية، وبتبقى محطوطة كده على بس بتغطي الوش، لا بتغطي لحد هنا زي الملاية كده، لا بتبقى مفتوحة زي الملاية والله، وتلفها كده. على فكرة الأستاذة نجلاء مصرية عراقية، يعني لا لا لا. بتجمع بين مصر والعراق. على فكرة أنا لبستها هناك زيارتك للعراق وقالوا حاجات، مع إن هو ده هم حمارة، ما هو أهل الشهر أهل الشر حمير حمير حمير. لا لا لا، والنبي ما تضايقش الحمير، لأن الحمار ذكي. كل بلد حتى في وطننا ليه الطقس بتاعه في اللبس، يعني في الصعيد تلاقي لبس الصعايدة ولبس الستات والملس والحاجات، الحضارة بتبان في اللبس. كل بلد ليها لبسها، في السعودية ليهم لبسهم، العراق ليها لبسهم، الزي الرسمي للدولة. فأنا لبست الزي بتاع العراق، قالوا انا مش راضي اقول الجمله اللي قالوها، هجموكي طبعا كتير، قالوا ضد بتاع، وقطعوا الدين، بقى ده لونه كحلي وده لونه موف وده لونه ازرق. ايه الهبل ده؟ كلنا بنحب الله سبحانه وتعالى، كلنا بنحب سيدنا النبي وآل البيت والصحابه، كلنا مسلمين. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا ليه بتقطعوا؟ هم خوارج العصر، طائفية منبوزة العصر، وهم أساسا تجار دين. والله بيهدموا الشعوب وبيتستروا ورا الدين، والدين براء منهم. كنت عملتي حاجة يعني بتنبذ العنف والإرهاب قبل كده برضو في مصر هنا، كان أوبريت أو حاجة زي؟ أنا عملت حاجات كتيرة جدا، اللي هو أنا ضد الإرهاب الفني، ضد الإرهاب الآدمي، ضد أي نوع إرهاب، ضد الكتابة الإرهابية، ضد الفن الإرهاب العنصري، ضد الفن اللي هو يجي يقولك إيه، تلاقي دلوقتي يقولك ده الجديد الشتيمة، وتلاقي في ركاكة في الحوار ويقولك ده الجديد. لا، التلفزيون بيهذبني، الفن بيهذب الروح، الفن ثقافة، فما ينفعش يتبس في جمل مرادفة لحاجات كتيرة، أو في للشتيمة، في كلام والناس بتستوعبه والناس بتفهمه. بلاش، ما هي ديت برضو إرهاب، دي فجاجة.